بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو جديد، زي ما انتم شايفين كده قماشة بتمط يمين وشمال، يعني ملهاش ملكة في الطول ولا العرض، فيها مطة بسيطة من الطول والعرض، يعني ممكن تتعمل بأي اتجاه. القماشة دي 3 متر، وعايزين نعملها الموديل اللي انتم شايفينه قدامكم ده، بسيط خالص وعملناه قبل كده كذا مرة، بس هنعمله تاني معاكم بوسط منفصل لفوق على لتحت. بس يا ريت قبل ما نبتدي ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، واي حاجه مطلوبه عايزين تعرفوها انا تحت امركم، ابعتوا لي في الكومنتات باذن الله. اول احنا هنطبق القماش على 4 طبقات، بس هنبقى عاملين حساب المرد الخارجي اللي هو في الصدر، تمام كده. احنا هنحاول نفصل الجزء اللي فوق عن بقيه القماش عشان نعرف ايه نتصرف معاه. اهو تانيين عملنا حساب المرد 4 سنتي متني، عشان هما 3 سنتي والسنتي بيبقى ايه نتنين لجوه وكده. احنا عندنا طول الوسط 45، فاحنا هنقيس من فوق القماشة لحد 45 وهنقص الجزء اللي فوق ده. بس الاول هنساوي القماشه من فوق عشان في حتت طالعه وداخله، يعني قصيره وحتت طويله، فاحنا هنساويها عشان ما تلخبطناش واحنا بنقص الموديل. بس عايزه اقول لكم للعلم ان القماشه دي نفس القماشه دي ونفس اللون، انا عملتها موديل قبل كده على القناه، بس مع تعديل بسيط ان هو بدل ما يبقى قطعتين الجزء اللي فوق منفصل على اللي تحت، لا هو قطعه واحده وفي حزام رباط في النص. بعد ما فصلنا الجزء اللي فوق، دلوقتي هناخد المقاسات بتاعتنا، هنبتديها من اول الكتف وهناخده من اول الجزء المفتوح اللي هو على اساس الخلفي ده. هناخد مقاس 21 نص عرض الكتف، وهننزل ب3 سنتي بتوع الميل الكتف، وهناخد نقيس 8 سنتي حردة الرقبة الخلفية والامامية مع بعض، وهننزل بميل الكتف. احنا بقى هناخد هنا ال2 سنتي على اساس الخلف اللي هنقص على اساس الخلف، وبعد كده هنعمل التعديل 2 سنتي وهنوصلها بالايه بنقطة الكتف اللي فوق. هننزل حردة الباط هنخليها 21 سنتي كده، 21 اهي، وهنشوف دوران الصدر. احنا عندنا هيبقى 27 سنتي هنحددها، وبعدين نعمل هننزل ده مقاس الكتف اللي فوق هننزل بيه لحد تحت عشان نعرف نعمل الدوران بتاع حردة الباط. على فكرة الموديل ده معمول كتير بس سهل جدا، المطة بتاعته يمين وشمال، يعني احنا بنعمل بأي اتجاه. احنا عندنا الوسط هنا المفروض الربع 25، بس احنا هنزوده شوية هنخليه متبحبح، فهنعمله 27، وهننزل من عند الصدر دغري لحد ايه الوسط كده. ال2 سنتي الزيادة دول احنا هنعوضهم الاول في ببنستين لحد ما نشوف المقاس هيجي مظبوط ولا لا، يعني في ايدينا ممكن نعمله لو حطينا قصك شوية هنعمله، هنسيب ال2 سنتي دي زي ما هي وممكن نعمله بنسة. فاحنا بنعمل البنسة دي في نص المسافة ما بين خط الجنب وخط النص من قدام، تمام كده. وهناخد من الجنب هنا 2 سنتي من ناحية خط الجنب لفوق عشان يدي دوران يبقى مستريح، ما يكونش نازل من عند الوسط شوية. هنبتدي نقص بقى كده الرقبة من فوق على مقاس الخلف لحد ما نعمل التعديلات، وبرضك الكتف والزيادة بتاعت الجناب دي احنا بنعملها ما بين 4 أو 5 سنتي حسب القماش معاكي ما ايه ما يكفي. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا كده قصينا، هنبتدي بقى نعمل التعديلات اللي هو من الجناب اهو ال2 سنتي كده على ما فيش لحد المكان البنسة، وهنعلم البنسة برضو، وبعد كده هنبتدي نشيل الدبابيس المدبسين الخلفي معلمين مع بعض. هنعلم مكان المرد اللي احنا هنتني منه من فوق ومن تحت، هنشيل كده الامام الخلف خلاص احنا عملناه. هنبتدي بقى نعمل التعديلات بتاعت الامام من اول حردة الرقبة هننزل بيها بتاع، هنكملها بقى بقيه 8 سنتي، وهنعمل برضك حردة الباط هندخل لجوه كده من نص حردة الباط بمسافة 1.5 أو 2 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، وواحد هناخد من الكتف
من عند حردة الرقبة من فوق، من مفيش على 1 سنتي من عند الكتف زي ما انتوا شايفين كده. احنا كده هيكون خلصنا اللي فوق الخلف والامام مع بعض. هنبتدي بقى نعمل ايه الكم. احنا هنعمل الكم دلوقتي، كنا احنا عاملين نزول الباط 21، فهنزود عليه 2 سنتي، فهيبقى 23. يبقى احنا هنطبق الكم على 23 سنتي. طبعا الكم عندنا 62، وكمان هنزود بتاع 2 سنتي عشان الاستك التانية بتاعته من جوه، فهنقول 65 عشان الخيطة بتاعت الكتف. تمام كده. هنحاول احنا نطبقه وهنحدد المقاس بتاع الطول الكم، وهنفصله عن بقية القماش عشان نعرف نتحرك. معلش اذا كنت انا بجري في الفيديو جامد عشان بس الفيديو ما يطولش ومبقاش ممل على اللي بيتفرج عليه. احنا كده فصلنا الكم وبنعمل الترومبة بتاعت الكم من فوق زي ما انتوا شايفين، خلاص من غير مقاس بقى بالممارسة الواحد خلاص ايديه واخدة على كده. ومن تحت عندي مكان الاسك بنعمل 20 سنتي عشان عايزينه واسع عشان الاسك يبقى باين فيه الكشكشة اللي في الكم. دلوقتي هنوصل النقطتين ببعض دول تحت الباط لحد نقطة 20 سنتي، نعلم عليها، ويبقى كده احنا يعتبر خلصنا الكم. هنقص الزيادة دي وهنعمل العلامة من فوق الترومبة بتاعت الكم. يا رب يكون فيديوهاتي بتقدر توصل لكم بسهولة وتعرفوا تستفيدوا من القصات دي كلها. هي حاجات كلها ممكن تكون مكررة القصات، بس برضو بتنفع الناس اللي هي لسه داخلة القناة عندي او اللي بتتفرج على اي فيديو لاول مرة، فلازم اقول المعلومات دي كلها عشان يقدر يستفيد. اهو مكان الاسك من فوق كده من عند المعصم. يبقى كده احنا خلصنا ايه الكم. يا ريت يا جماعه ما نبخلش على بعض بالمعرفه ولا بالكلمه الكويسه او التعليق الكويس. لو الفيديو عجبك يا ريت يعني لوجه الله تعملي لايك، ولو ما عجبكيش برضو تعملي ديسلايك عادي خالص، مفيش اي مشكله. المهم احس ان الفيديوهات بتاعتي بتوصل لكم وبتعرفوا تستفيدوا منها. دلوقتي بقى نرجع للفستان. احنا بنتني القماش على 4 طبقات عشان نعمل الجزء الباقي الفستان الجزء اللي تحت. تمام كده. فاحنا بنطبق على الوسع الديل اللي من تحت، فاحنا هنعمله الربع كده على 45، وطول الجزء اللي تحت هيبقى 110 سنتي اسفل الفستان. دلوقتي انا بقص وافصلها عن بقيه القماشه خالص، وابتدي اخد من الجناب من عندي ناحية الوسط، الوسط اللي فوق اللي هيتركب اخد مسافة صغيرة كده، ان احنا كده عاملين القماش بالوسع زيادة عشان ما تكونش ايه كتيرة قوي الكشكشة اللي عند الوسط. تمام. وهنفتح طبعا يديل عشان التانية القماش على وانا هو مقفول، فببتدي افتحها. ويبقى كده هو احنا عملنا الفستان كامل بس على الخياطة. وبرضك هقص هعمل له الحزام بتاعه من قبل ما اخيطه. طبعا لازم احدد خط النص على الجزء اللي تحت اللي هيتركب في اللي فوق عشان نظبط الكشكشه تبقى متوزعه سليمه بالظبط كده. خلاص احنا كده مفيش الا الحزام. الحته الفاضله دي من الفستان هنقصها وهنبتدي نمكن على المكنه. الاول لازم هنعمل الحزام. اي قصايص في الفستان لازم بنشطبها الاول قبل ما نعمل الحاجات الكبيره. دلوقتي الحزام اللي احنا قصيناه مع بعض بمكنه وهقلبه واركنه على جنب عشان اكمل بقى بقية الفستان. ندخل بقى على الفستان وتفاصيله زي ما انا لفهم جوا بعض. الكم بنشيله الاول وبنشيل الصدر والخلف والامام، ونبتدي بالجزء اللي تحت هقفله من الجنبين الاول عشان اخلص حاجة حاجة كده يبقى سهل عليا. دلوقتي انا بقفل الجنبين بس مفيش اكتر من كده. طبعا اي واحدة مبتدئة في الخياطة لازم ترتب قبل ما تحط ايديها على المكنة، لازم ترتب دماغها هتبتدي بايه وتنتهي بايه، وعشان يبقى الشغل بسيط وتحب القعدة على المكنة. طبعا بنبتدي بالسهل الاول. انا زي ما قلت لكم انا خيطت الجنبين بتوع الجزء اللي تحت من الفستان. ندخل بقى على الصدر من فوق، الجزء اللي فوق من الفستان. اولا في مرد،
المرات دي انا مدبساه، خليه زي ما هو، واجي الاول اسد اخيط الكتفين مع بعض. ده اول حاجة بنعملها، سواء القطعتين فوق وتحت فستان او قطعة واحدة، بنبتدي قبل ما بنحط الكمام بالكتفين، ويا ريت كمان نشطبهم بالاوفر عشان لما نيجي نركب الكمام بنركبها على نظافة، بدل ما نيجي نعمل الاوفر بيبقى في حتت فيها اوفر وحتت لا، لازم يكون تشطيبنا وشغلنا نظيف جدا. احنا كده بقى بنبتدي نشيل الدبابيس، ومن ضمن برضو في تشطيباتنا النظيفة ان احنا المرات دي ده هنيجي، احنا طبعا عاملين علامات صغيرة، فهنتنا عندها هنمسك الطرف من الناحيتين ونعمل شيمة صغيرة، نعمل شيمة صغيرة على طرف القماشة المتنية، ده اللي هيظبط لينا المرد، مش هيبقى فيه حتت طالعة وحتت داخلة، او ويوفر علينا كمان ايه المكوى الا في الاخر بقى، تمام. وبرضك من ضمن التشطيبات ان انا بعد ما بتني الناحيتين بالشيمة برضك اعمله تجفيف، ان انا بتنيه تانية جوه تانية صغيرة، عشان حتى لو الفستان القبة من فوق جتي تقلع او بيبان من جوه، بدل ما يبان الاوفر لا بيبان شكله حلو كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، بنتنيه لجوه وبنخيطه، وانا هوريكم دلوقتي وهي شكلها نضيف ازاي. شوفوا شوف النظافة، الخياطة حتى مديها كأنها مكوية. طبعا هنعمل المرد التاني زيه بالظبط، ودلوقتي احنا عملناه الاتنين على بعض ونحطهم اليمين على الشمال. الحريم يا جماعة المردات بتتعمل اليمين على الشمال حتى لو سوستة منطلون. بص بقى، بعد ما حطينا المرد على بعضه دلوقتي احنا عايزين نقيس عشان نشوف شغلنا مظبوط ولا لا. بنقيس من عند الكتف من فوق لحد تحت، احنا كنا قايسين الطول الوسط 45 اهو. بص بعد ما خيطنا الكتف فوق بقت 46، ناقص يدوبك الخياطة السنت اللي من تحت، هيبقى بالظبط الوسط زي ما احنا عايزينه 45 سنتي. هنبتدي بقى دلوقتي نخيط الكمام، وزي ما قلت لكم لازم تكون معموله اوفر الكتف من فوق، وانا برضك عامله الكمام من الطرف عشان تسهل عليا، معموله اوفر. دلوقتي زي ما انتم عارفين بنركبه من عند الفرد اللي احنا قاطعينه في الكم على خط الكتف اللي هو متخيط، ونريح القماش واحنا عند ترمبة الكم، لازم نريح القماش الطبقه اللي فوق اللي هي بتاعت الكم نريحها على الكتف، تمام كده. وطبعا زي ما انتم شفتوا ان هي المقاسات مظبوطه ازاي، عشان احنا مزودين الاتنين سنتي على مقاس النزول حرده الباط. لما تمشي مخططه نفسك بالسنتي كده ومظبطه حالك هتطلع الحاجه مظبوطه منك 100 100. والله يا جماعه المهنه دي جميله جدا، جميله للستات جدا، واقتصاديه وحاجه نظيفه كده ممكن تستعمليها باقل تكاليف، وسواء في البيت او في اي محل بره او حتى لو على ايدك. مهنة كويسة وهتفيدك وهتفيد بيتك، وبالأخص لو كان عندك بنات، والله المستعان. دلوقتي احنا خلصنا الجزء اللي فوق، يدوبك هنخيط الجناب من أول الكم لحد الوسط بتاعنا. طبعا هنقفل الكم من فوق خالص، احنا كده كده هنحط فيه أستك وعاملين واسع، فاحنا هناخد دغري على طول الكم من عند الطرف لحد الوسط تحت. وبعد منها برضك هنعمل ايه، هنعمل البنس بحيث ان احنا هنقفله خالص عشان لما نيجي ندخله جوه الجزء اللي تحت، ويسهل علينا ان المقاسات مظبوطه بتاعتنا كلها. بعد ما خلصنا الجزء اللي فوق فيه اكتر من طريقة، ممكن تكشكشي الاول بالدواسة الفرنس الجزء اللي تحت اللي هو عند الوسط، وبعد كده تركبي الوسط اللي فوق جوه الوسط اللي تحت من غير ما تكشكشي بايديكي خالص. وممكن برضو تكشكشيها زي ما انا عملت كده هو، وانا تحت الدواسة الخياطة بكشكش بايديا، يعني الطريقتين ممكن يشتغلوا معاكي حسب راحتك انتي. اهم حاجه تكوني بس مدبسه الخياطه الجنب بتاع الجزء اللي تحت مع خياطه الجنب بتاعه الجزء اللي فوق، والفرد اللي انا عاملاه من خط النص في الجزء اللي تحت تثبتيه مع مكان المرد عشان يبقى كشكشه متوزعه مظبوط.
على فكرة يا جماعة، أنا طالبة منكم بس الدعاء ليا بالتوفيق، لأن الأيام اللي جاية كده إن شاء الله هعمل لكم التصويرات دي من المحل عندي. ربنا أراد إن أنا لقيت محل صغير وإن شاء الله هنقل فيه من أول شهر 11. ادعوا لي بالتوفيق لينا وللجميع إن شاء الله يا رب. كده احنا خلصنا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، شبكناهم في بعض زي ما انتوا شايفين كده. مش ناقص على الفستان غير اللي هو البرواز بتاع الرقبة والاستك والديل من تحت التني زي ما انتوا شايفين كده. الكشكشة هي متوزعة بطريقة حلوة. انا عملت اوفر للكمام، وبعد ما قفلت الجناب كلها دلوقتي هنعمل الاستك للفستان، ويبقى كده مش ناقص الا لحردة الرقبة. ودلوقتي انا هقص شريط اهو للبرواز البيه بتاع حردة الرقبة، وكده يعتبر الفستان شبه خلص. ايه رايكم بقى في الشكل البي بعد ما اتركب؟ طبعا احنا ركبناه في كذا فستان قبل كده، فعشان كده قلت اجيبه لكم هو ايه متشطب. دلوقتي مفيش ناقص غير الاستيك، هنركب كم واحد منه وبعد كده هوريكم الكمين مع بعض وهما معمولين. انا اسفه على الاضاءه اللي في الفيديو، ساعات بتبقى النور شديد وساعات بيبقى ضلمه شويه، فمعلش بقى. الكشاف مش قد كده بتاع الحامل. طبعا لازم هنقفل الاستك الاول وبعد كده هندخله جوه الكم ونتني عليه ونخيط عليه. برضو هتشوفوا الجيب السحر اللي انا عاملاه في الفستان بدل الجيب اللاتش اللي كان معمول في الصورة اللي انا وريتها لكم ان شاء الله. ايه رأيكم بقى كده؟ كده بقى شكله ظهر الكم. ودلوقتي ايه، هنشوف الكمين مع بعض. كده يعتبر الفستان مفيش غير الديل بس هو اللي هيتعمل، وهوريه لكم هو ايه متعلق على المانيكين. وبقول لكم تاني يا رب تدعوا لي كده بالتوفيق ان شاء الله في الشغل الجديد وفي المحل الجديد، وربنا يجعله عتبة خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.